جدا جدا. انا عايز اسال، عايز اسال هاجر بعد اذنك كابتن احمد، فضل. يمكن انت كلاعبه تمام، وبرده حته ان مدير فني برده المدرب اللي انتم مرتبطين بيه تم طبعا استبعاده، والجهاز الفني طبعا قاعد كلكم اسره واحده، بس اكيد فرقه مالي ماتش النهائي، انا كلام على ماتش النهائي كان كسبتكم في المجموعه وانتم خلاص تاهلتوا كاس عالم. طب قلتوا لبعض ايه؟ لا خلاص كده احنا تاهلنا كده وتعشت خلاص وننزل نخسر، ولا قلتوا ايه لبعضيكم قبل مباراه مالي؟ لا لمينا نفسنا وقلنا ان احنا لازم ناخد نكسب اول ان شاء الله، يعني عشان اللي هم مش احسن مننا في حاجه، احنا بس محتاجين نركز شويه، وكمان عشان كنا مصرين ناخدها عشان تبقى هديه لكابتن شريف. شفت الكلام دي حقيقه؟ طبعا والله، يعني كابتن شريف لو بيتفرج علينا هيبقى سعيد جدا. طبعا بجد حاجه كبيره جدا. جميل جدا كابتن شريف، ولينا الشرف كلنا اللي احنا اتمرنا معاه. بس والهدية دي كانت لكابتن شريف ومجلس الإدارة طبعا كله، عشان كان واثق فينا ثقة بجد كبيرة قوي، واللي هم أصلا بينزلوا لنا الملعب أنتوا هتكسبوا إن شاء الله، وفعلا كان بيحصل وحصل. حصل. طب قولي لي بقى، أنت في يعني بنت النادي الأهلي وكابتن عمرو صبر هو المدير الفني، وعلى فكرة كابتن عمرو صبر كان قاعد مكانك من حلقتين وأشاد بيكي أنت طبعا وهالة جامد وآية، وأشاد بيكوا جامد جدا جدا وكان معاكم كويس قوي. النادي الأهلي ضاف لك إيه؟ النادي الأهلي وجودك في النادي الأهلي ضاف لك إيه؟ في المنتخب خلى في تأثير كبير للمنتخب. خبرة طبعا، وكنت بتمرن مع كباتن كويسة، كابتن أحمد إبراهيم وكابتن يونس وكابتن عمر، ضافوا لي طبعا كتير في الملعب وبره الملعب، وإن أنا بلعب بسيستم عشان في النادي الأهلي سيستم. برافو عليك. صح. فطبعا في المنتخب ما كانتش حاجة جديدة عليا، لأن اللي هلعبه في المنتخب بسيستم كنت بلعبه في النادي قبل كده، ما حسيتيش بغربه؟ ما حسيتيش ان فرق كتير؟ ما حسيتيش بحاجه؟ لا خالص، نفس السيستم هو اللي هنا هو اللي هنا خالص، نفس السيستم والنظام اللي هناك في الاهلي في المنتخب. طب قولي لي مين اللي بيتعب معاكوا اكتر، بابا ولا ماما؟ الاثنين الحقيقه. بلاش الاجابات الدبلوماسيه، مش هينفع الاجابات الدبلوماسيه. لا قولي لي مين. وانا عارف بس اكيد في حد تعب، ما حدش هيزعل منك على فكره، اكيد في حد تعب اكتر شويه. والله يعني بابا بيودينا ويجيبنا، وماما بقى في البيت بقى اكل. طبعا ما البنت بقى، بص ما البنت حبيبه بابا، خلي بالك حتى لو الام بتاكل وبتشرب وتودي، هتلاقي بتقول لك اصل بابا، شوف بابا بيودينا ويجيبنا، هتلاقي بابا بيوديها ويجيبها تمرينه واحده في الاسبوع. لا لا على طول بابا كان بيوديها. هم اكتر ناس بيدعمونا طبعا، وكانوا ورانا فعلا في كل حاجه، وجم الماتشات كلها وكانوا ظهرنا وبيشجعوا جامد قوي يعني. ربنا يخليهم لك يا رب ان شاء الله. وهتالي انت برضو لما كسبتي اكيد كنت فرحانه عشان بابا مفرح عليك؟ اكيد طبعا، يعني بصراحه كنت مبسوطه ان هم مبسوطين، ان هم شايفين يعني مش بابايا ومامتي بس، اي حد ولي امر، ان هم شايفين بناتهم يعني جايبين حاجه كويسه وفي بلدهم. هاجر مين مسك الاعلى، ولاد وبنات؟ يعني مش لازم يبقى بنات، يعني ممكن يبقى لعيب مثلا. بنات سرايا ونادين سراوي، وولاد مش عارفه يعني، بس انا بحب لعب ايهاب امين يعني. بتحب لعب شويه شويه كده شويه برضو، ده احسن لعيب في باسكت دلوقتي. طب كويس ان انت متابعه برضو، عارفه متابعه برضو الباسكت بره، يمكن في سنكم بيتابعوا الباسكت بره، متابعه بره ولا؟ يعني مش قوي صراحه. مش قوي.